ما حدث في 7 أكتوبر أعطى مبرر للاحتلال بالإغال في دمنا وقتل المزيد من شعبنا. قرار خاطئ متعلق بالقضية الفلسطينية ومر على القضية الفلسطينية بحيث أعادنا إلى ما قبل النكبة وأعاد النضال الفلسطيني كله من أجل الحصول على دولة فلسطينية إلى الصفر من جديد. سأنتخب الواقع، سأنتخب الذي يربي طموح أبناء شعبنا، سأنتخب الذي يتحاطى مع العالم ومع موازين القوة من حولنا بكل دراية وبكل معرفة جيدة ويجنب شعبنا ويلات الحروب. نحن في غنى أن ندخل حرب مع هذا الاحتلال المتسلح بالعالم الظالم كل 4 سنوات. نحن في غنى عن ذلك تماما. نحن نريد أن نعيش بسلام. أقول لهم كفاكم متاجرة بدماء أبناء شعبكم، كفاكم استثمار لهذه الدماء الطاهرة البريئة التي تهدر دون أي ذنب. تنحوا جانبا، دعوا شعبكم يعيش بسلام وأمان لمرة واحدة. ما تفعلوه تجاه شعبكم هو أكبر عملية متاجرة في تاريخ الشعب الفلسطيني. شعبنا يريد أن يعيش بأمان. شعبنا يريد من ينادي بدولة فلسطينية ويحقق له حلمه بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من حزيران عام 67. أنتم أسأتم للنضال الفلسطيني قاطبة، أنتم وصفتم النضال الفلسطيني بالإرهاب ومنحتم إسرائيل ومن معها لأن يوصموا النضال الفلسطيني بهذا الإرهاب. تنحوا جانبا، نريد أن نعيش بسلام، نريد أن نرى غيركم. أنتم لستم قدر الشعب الفلسطيني.